شركة الملابس الرياضية أديداس تفتتح متجرها الجديد أديداس كيت ستور هنا بمركمول. الافتتاح حضرته العارضة المغربية ليلى الحدوي بكونها عاشقة للماركة الألمانية. اليوم انا متواجده في اديداس كيدز باسكو كاين اديداس كيدز وكاين اديداس العادي اللي تنعرفو ديال الكبار. اليوم انا فرحانه حيت حلوا هذا المحل هنا في المغرب لاول مره. بنتي تاهي فان من هاد لا مارك. بون كيفاش حتى داز القضيه سي كو فاش عرفت بالمحل حال جيت انا وبنتي هنايا خدينا كالعاده يعني شرينا حويجات وما عيطوا لي قال لي لا والو راه عندنا لوفيرتور بيانتو اوفيسيال وداكشي اجي لا بوتيك وجيت ولا فيغيتي فرونشمون يعني كنعرفوا بان الصغار تيتبعوا الكبار وفاش كيشوفونا الصغار كنديروا رياضه وداكشي حتى هما كيبغيو يديروا بحالنا حتى هما كيبغيو سورتو البنيسات يلبسوا لي براسيير بزاف ديال الحويجات كيبغيو يكونوا بحالنا يعني سبرديله حتى هما بحالنا دونك جو بونس كو سي اون بوتيك انتريسون بور لي جون اللي كيديروا فريمون سبور وكيبغيو يشجعوا ولادهم يديروا حتى هما السبور. وخلال الافتتاح قدمت اديداس مختلف منتوجاتها والمكونه من تشكيله كبيره من الاحذيه والحقائب والاقمصه لكافه انواع الالعاب الرياضيه وغيرها. J'ai trouvé ce magasin bien et j'ai adoré les vêtements et la marque. Parce que je trouve que c'est stylé, que les vêtements sont stylés et j'adore ça. أديداس والتي تعد واحدة من ماركات المستلزمات الرياضية تسعى دائما إلى إرضاء عاشقيها في كل أنماط حياتهم اليومية ولكل محبي الأزياء الرياضية بلمسات عصرية.